خواتي وإخواني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن إجينا من كم يوم سؤال من مشاهد نحن منعزه كتير ومنحبه كتير ومنحترمه كتير، بده وصفة ضد الإمساك للصغار وللكبار. فنحن إذن رح نعطي أول شيء وصفة للأشخاص الصغار بالعمر، بعدين رح نعطي وصفة للكبار بالعمر. الوصفة للصغار بالعمر هي نعطيهم نحن التين المجفف. نحن جبنا هون تين مجفف. التين المجفف فيه الألياف الغذائية، وهيدي بتربط الماي بالأمعاء. بنحط نحن هون وحدة اثنين، بنحط فوقهم يا حبيبتي الحليب، حط لهم حليب فوق. نحن بدنا منهم هدول سكر الحليب، مننقعهم لهدول التين حوالي 5 6 ساعات بالحليب، وبعدين بنحط لهم شوية زيت زيتون. إذا نحن هسه بنخلط زيت الزيتون مع التين المجفف مع زيت الزيتون، المرارة بصير بتشتغل أكثر، بتعطي العصير الأسود الأصفر بتعطيه قوام لبرا، وزحتها هيك بصير الواحد بيتخلص من كل الإمساك الموجود عنده. هيدي هي أول شيء الوصفة. لست ساعات بتحطون هدول التين بالحليب ومع زيت الزيتون، وبعدين بعد 6 ساعات بتجيبوا هيدا الخلاط يا حبيبتنا وبتخلطوهم مع بعض. هيدي الوصفة للأشخاص الصغار بالعمر، تعملوها هيدي عدة مرات وتشوفوا إن شاء الله الإمساك رح يزول أوام على السريع. إذا نحن نجينا الوصفة للأشخاص الكبار بالعمر، نعطيهم هالوصفة هيدي، وهيدي على بتعطوها للصغار على الريق. على الريق ما تنسوا دائما على الريق، ومن بعد ساعة في الواحد يتناول الطعام، تعملوها عدة مرات حتى تكون ظابطة. اوكي، إذا نحن بنعمل الوصفة هذيك للأشخاص اللي كبار بالعمر، يعني للشباب للرجال. وهيدي المكون إلها هو مكون كتير بسيط، بنحط ماي دافية، بنحط فوقهم يا حبيبتي ملعقة خل صغيرة كبيرة، خل التفاح نحطها هون فوق، بنحط فوقهم العسل. وهيدي الوصفة بتشربوها عند الصبحية على الريق. ولكن إذا واحد عنده مشكلة بالمعدة ما يحط لهم الخل التفاح، يحط بس ماي سخنة ويحط لها العسل وبتشوفوا شو رح يصير. هيدي هي الوصفات الطبيعية الفعالة من عنا من قناتنا، وصفة للصغار وصفة للكبار. بنتمنى انه هيدي الوصفات تكون ناجحة معكم، واذا هالوصفات ما بتكون ناجحة معكم قولوا لنا، نحن بنعطيكم بعض وصفات جديدة، مش مشكلة ابدا ابدا ابدا. بارك الله بكم، وسلامنا للشخص اللي بده هالشي. هيدا الوصفات بنتمنى له يكونوا ناجحين معه، ودائما يكتب لنا يخبرنا ادوا هدول كانوا ناجحين اما لا. الله معكم ومع السلامة، وباي باي.